هذا الكتاب أو السنن لأنه فيه شبه في السنن المرتبة على الأبواب الفقهية. هذا الكتاب جمع الشافعية بعد الشافعية رضي الله عنه ليظهروا البراعة وقد تفوق الذي كان فيه الشافعي في نصر هذه السنة المشرفة، ليظهروا مدى ما ينبغي للطالب وللمسلم أن يسقي به دينه. كانوا يرددون قول القائل: لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على أحسابنا نلتزم، نبني كما كانت أوائلنا نبني ونصنع مثل ما صنعنا. فإذا كنت يا أبا عبد الله شرعت في البناء في بلاد المليك تبرز فيه وطنيات الاسلام وتنسج فيه العقل للنقص وترفع فيه بين الراي والسنه، اذا كنت يا ابا عبد الله تبرز هذا البلاد الوسطي المليك فما احوج المسلمين ان يقلقوا اثرك، فاحوجنا أن نذكر هذا النظر وأن نسير وراءه. فإن أبا عبد الله رضي الله عنه بدأ، وإن من جاء بعده قدم، ونحن وجد الآن أن نكمل البلاد. لا أعتقد أقول أن تضع رؤوسنا بجوار هذه الرؤوس أو هذه الجبال العظيمة، لكن أمة يترحم فيها أن لا يقطع السابق ويدعو فينا بآخر الأول ويقفز ويقتدي بما فعل. نحن نحتاج إلى أبي عبد الله الشافعي وإلى ذمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى طريقته السليمة التي جمع فيها بين المعقول والمقبول أو بين الأصل والصحيح أو التي نتج فيها العلو الشريفة علو الشريعة. نحن نحتاج إلى هذه الوسطية في زمن تعالى فيه أخلاق الفضل. نحتاج إلى وسطية الشافعي في تعامله وتمسكه بالسنة في زمن ظهرت فيه أصوات تريد أن تنأى عن سنة رسول الله. نحتاج إلى الشافعي رضي الله عنه في تعقله وفي منهجه الذي فهم به السنة وأبرزه في كتابه المادة التي أشار إليه الشيخ حفظه الله في كتاب الرسالة. نحتاج إلى هذا المنهج في بلد طردت فيه أصوات لا أقول طاهرية بل متمسكين بطواجم لا يعلمون حقائقها ولا يريدون التمسك بها ولا يريدون التعامل معها. نحتاج الى هذه الوسطية الشافعية. نحتاج الى الشافعي رضي الله عنه في سبب ظهر فيه طلاب علم يظنون ان التعامل مع النصوص ياتي مباشرة دون آلية وسبب الحكم. نحتاج الى هذا ان نبرز لهم فقه الشافعي رضي الله عنه ووسطية الشافعي رضي الله عنه. نحتاج إلى الشافعي رضي الله عنه في هذا التوفيق وهذا الكلام الذي أظهره الله سبحانه وتعالى عليه. نحن أن نصر والشافعية في العالم جميعا بل المسلمين جميعا محتاجون اليوم لإحياء الشافعي رضي الله عنه لا لإحياء فقهه فقط وذلك أمر عظيم ولا لإحياء علمه بالسنة فقط بل لإحياء الشافعي مسلكا وفكرا وسلوكا جميعا. نحن نحتاج إلى الشافعي رضي الله عنه ونحتاج إلى علمه ونحتاج إلى وسطيته ونحتاج إلى فكره الكريم. ولا أرى
المالكية والشافعية من أهل الحزبة. الإمام الشافعي نور الزمان سيد فضيلة المفتي حفظه الله، فإن بالحق مبدل الشافعي فقها وأصولا وسلوكا وفكرا. نبرز وصفية الشافعي فقها وسلوكا وفكرا رضي الله عنه. ونحن في هذا المجلس الذي يدعو باسمه الفضل نسأل الله سبحانه وتعالى له تمام الشمس وتمام السلام وأن يوسعنا به وأن يجعلنا من القائمين بحقه رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، بكل زمان نحتاج إلى الحكمة، وفي كل زمان نحتاج إلى السنة، وفي كل زمان نحتاج إلى العلم. وفي هذا بهذا هي المناسبة أشكر فضيلة الشيخ القائم على فقراته في هذا المجلس، فضيلة الشيخ أصابنا